شلون الأخ عجبتم بلبلي، بالنسبة الأخ علي من السعودية. أنا ما أدري من الذي يقول بأننا، مرة يقول توجد علائم، ونحن نعلم أن هذه العلائم الإمام الصادق كان يشير إليها، يقول بأنه هو في السادس ويسألونه عن متى الظهور فيشير إلى بعض العلائم. إذا كان مقصود من العلائم التي لا توقت زمانا معينا وسنوات معينة، لا محذور، فليتكلموا ما يريدون. أما إذا صار بناؤهم أن يتكلموا بلغة أننا في هذا العصر، يعني 10 سنوات 5 سنوات 20 سنة، أنتم ترونه، أولادكم يرونه، هذه الكلمات هي التي تنافي الأدلة القطعية عندنا وأنه لا يمكن التوقيت. فإذا لابد أن نميز جيدا بين العلائم، هسه هاي العلائم العامة والخاصة، والعلائم العامة لعله تحتاج إلى 100 سنة، إلى 1000 سنة، إلى 5000 سنة، لا نعلم ذلك، ليس بأيدينا هذا المعنى. قلت أنه هذا بحث مو عن الحجة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن أوفق أن أفيض الكلام فيه. إذا كان المقصود بيان أمور لا تعين، عندما نقول توقيت مو مرادنا يعني يقول في يوم 2015، مو هذا المقصود، عندما يقول حدود 10 سنوات وهذا توقيت، نحو من التوقيت هذا. إذا كان مقصود من عصر الظهور وأيام الظهور أنه نحن قد أضلنا وأطل علينا الظهور، فهذا كلام لا أصل له، صدر ممن صدر، لا تنظر إلى من قال، إلى ما من قال، ولكن انظر إلى ما قال. هذا الما يعني كلامه لابد أن ينسب ويعرض على الأصول القرآنية ويعرض على الأصول الروائية والقواعد لنرى أنه تام أو غير تام. نعم.